الوطن البحرينية مقال بعنوان الربيع القطري لكاتبته سوسن الربيع. تقول الكاتبة: ليتدخل حكام قطر أو ليتخيلوا أن دول الخليج طبقت دروس ومناهج أكاديمية التغيير في قطر هذه المرة وبرعايتهم وبتمويلهم، فقامت بتهيئة مجموعة قطرية صغيرة لتكون نواة أولى للتغيير، حاكم بديل، معارضة، مجموعة من المتذمرين، حشود لها مطالب، عمال. تكون الحلقة قد اكتملت وفق هذا التصور. نبدأ الخلية الصغيرة والتي يتم إعدادها وفقا لمناهج أكاديمية التغيير على تجميع الحشود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيتم تحديد تاريخ معين وأن يتم اختيار هذه المجموعة من 25 في تاريخ 25 من يناير لعام 2018 مثلا، وتختار ساحة أو مكانا مفتوحا معينا للتجمع، لتقوم بعد ذلك بالدعوة إلى أن يحين الموعد لتجميع الحشود وبأكثر من قدر ممكن وبأكثر من لغة. كل من له حاجة، كل من لا يعجبه النظام القطري، كل من تعرض لمظلمة من حاكمها من قطريين وغير قطريين، للالتقاء في هذا التاريخ وفي هذا المكان. ليتخيل حمد بن جاسم، تقول الكاتبة: أن دول الخليج ترى أنه ما دام هناك فئة أيا كان عددها وأيا كان أصلها أو فصلها أو دينها من أهل قطر لا يعجبها النظام وتريد العدالة وتريد الكرامة، فيحق لدول الخليج العربي مثل ما أعطيتم الحق لأنفسكم، حسب ما تخاطب الكاتبة النظام القطري، يحق لهذه الدول أن تقدم لأولئك القوم الدعم الصحي كما أسميتموه. نحن نحب أن ننشر الأجواء الصحية، فأهلا بالعافية. نحن فقط نقول لأهلنا في قطر، والكلام على لسان الكاتبة وإخواننا، أننا قادرون على تطبيق وتنفيذ ما فعله نظامكم بنا وكبدونا بسببه وبسبب ممارساته خسائر في الأرواح والممتلكات. لنا حق في طلب التعويض عنها، لكننا ألجمنا أنفسنا ولم نقابل الإساءة بالإساءة. وإلا فالربيع القطري ممكن ووارد جدا وقد يكون قريباً.